مساء الخير، ازيكم؟ كويسين؟ اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجنا وجهه نظر. ضيفتنا النهارده هي المطربه الفنانه مي حريري. اهلا بيك يا مي. اهلا، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب مي. حلو قوي النيو لوك ده. بتعتمدي في حياتك او بتحبي كل فتره تغيري النيو لوك؟ لا، يعني ثابت. اليوم انا مشيت على اسامه كوفر، هو بده يغير، قلت له اوكي، بس انا لا، دائما بحب شعري سامبل، يعني بحب كون هيك. يعني رحت لاسامه قلت له غير وسبت له نفسك، هو غير اول مره بسيب له شعري يغيره على مزاجه، يعني على مزاجه هو. عمله هو، حب يتفنن يعني عشانك، عشان قيمتك وقيمه الحلقه. يعني ما يصحش اجي ونفس الستايل، لازم اكون بس برضه حتى الستايل القديم كان زي القمر برضه. والله ثانك يو. طب ليه مي متهمه ان في بالونه كده انت عايشه جواها؟ كيف؟ عايشه في برج لوحدك جوا بالونه كده صنعها لنفسك يعني. لا بس مش مظبوط، يعني انا عندي البرايفسي تبعولي كثير مهمه. يعني اهلي، عائلتي، خصوصيه، خصوصيتي انا كثير بتهمني، وبحافظ، بحاول قد ما فيني اني احافظ عليها. خايفه على انوثتك من الناس يعني؟ بتحاولي انوثتي ايه؟ خايفه على انوثتي من الناس؟ كيف يعني؟ مش عارفه انوثتي ايه؟ ايه السؤال ده؟ قولوا بطريقة تانية يعني؟ لا، انوثتي كيف يعني؟ فهمني، مش فاهمة كيف يعني. بتخافي من الحسد مثلا عشان امرأة جميلة مثيرة مغرية، فبتخافي من الحسد مثلا؟ أنا ما عنديش دول اللي قلتهم كلهم. أنا ما إنسانة شيء. ما عنديش دول اللي قلتهم. أنت شايفة كده؟ لا، أنا إنسانة طبيعية. وإحنا طبيعيين برضو. برضو بحبك يا وحش. هلكتني اليوم. طيب يلا ندخل في الموضوع كده، عايزك تلعلعي كده وتفوقي كده. اوكي اوكي يلا. اوكي، عطني وش عندك يلا قول. يلا نرجع نعيد. بس ايه ده السؤالات دي؟ ايه فيها حق؟ شو مثيره ومغريه ما عنديش يعني. دي القاب، دي انوثه يعني. دي ما عنديش، مش الالقاب دي بتاعتي. طيب يلا نقول النجمه مي حاجه. ست. طيب ست. ست ام ليدي. ست وام. عارف ايه الام؟ طبعا يعني بتمثل عيله. ما صحش كل الكلام دول. بس الام يعني في ام جميله. امي جميله يعني، جميله. بحب انا بشتغل على مضموني يكون اجمل. أوكي. من شكلي. يعني. اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من وجهه نظر. ضيفتنا النهارده هي الام مي حريري. اهلا بيكم. انا همشي. في حاجه مش طبيعيه. ايه مش طبيعي؟ مش ده اللقب يا عمرو؟ مش ده اللقب اللي بتحبيه يا عمرو؟ ما حد، انا بقول لك كده بشكي يعني لك همي. مش بقول لك حاجه. بتفضفضي معايا يعني؟ مش بتفضفض. بعطيك حاجات تبقى حاططها حدود، يعني عارف تحافظ عليها. مش يعني يا بتقول لي يعني استعراض وجميله ومنوس متخبيه مشان تحافظي على انوثتك واغراق، يعني يا بتقول لي انه انا اسمي مي الحريري خلاص، فانا مي حريري خلاص. نجمه مي حريري. مش ضروري انا اي حاجه اقول، بس اقول مش مهم. انا الموجوده معاك مفروض تقول اسمي، اي حاجه تانية مش عاوزها. عطني وش عندك يلا قول. اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجنا وجهه نظر. ضيفتنا النهارده هي الفنانه النجمه الام مي حريري. لا شو الام؟ شو الام؟ حد بعطيني لشو؟ ما انت عايزه ايه؟ جن... طب بليز بليز، وين المخرج؟ بليز بس بتقبل يقول هيك بلاش الام؟ يا عم ما هي اللي قالت لي الام. قلت لك ام، عيد لهم اليوم. النهارده عيد الام؟ عيد لهم النهارده؟ مش عارفه. 21 مارس. عيد لهم شيء؟ عيد لهم تقولها حاسس في مناسبه. ايه المناسبه النهارده؟ مش عارفه. مناسبة ايه اليوم؟ النهارده وقفة عيد الأم. بقى كده أقول لك. أنا تعبت، مريضة عيانة ساقطة، ارحموني. أوكي. يا وداد أنت شايفة بيحصل إيه معايا؟ عطني وش عندك يلا قول. أوكي. يلا. 2 1 مي حريري متهمة بالغرور ليه؟ غرور؟ تعالي شوية، تعالي. ما
عنديش هيدا الحق، انا مش كده. كبرياء؟ ولا كبرياء. غطرسة؟ الكبرياء لله، بقوله لله عز وجل. انا انسانه بحترم نفسي بس. الفنانه مي حريري، ليه اغانيكي كلها فيها اغراء وانوثه زياده شويه عن ما عنديش يعني؟ ما عنديش، انا عملت فلاحه يا بي، ما فين الانوثه فيها؟ انا كانت مغريه جدا الفلاحه. مغريه فين؟ فلاحه مغريه. فلاحين هنا بهدلوا الدنيا والله. اوكي اللي انت عاوزه جاوب. اللي قبلهم يا عمي انت، اللي قبلهم ولا حاجه. طيب بتاع الغرام ما فيهاش اغراء. حسهر عيون وغيرها. الفلاحه هي اللي كانت مشكله. لا مشكله حسهر بتاع الغرام. حصل ثوره فلاحين هنا في البلد. والله. ده جميل يعني، الواحد يتعاطف مع الناس دي، يعني دول بياكلونا وبيشربونا وبيطعمونا وبيعملوا لنا كل حاجه. انت متواضعه. احنا عايشين ورا الفلاحين. كلنا متواضعه فعلا، تستاهل التحيه فعلا. ايه التواضع فيه ده؟ الكلام اللي قلتيه ده كلام جميل يعني، لمسنا يعني. ميرسي. يلا ترى. يلا عايزك تلعلعي كده بقى. انت لا لا ايه اللعلعه؟ دخلنا في مود الحلقه بقى. اوكي يعني بدانا يلا هنبلش يلا.